بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني المدربين، إخواني الأعدائين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد ردنا على بعض أسئلة الرياضيين، بعد ردنا على أسئلة بعض الأبطال فيما يخص التحضير البدني أو فيما يخص تقوية العضلات، سواء في البرنامج أو في التحضير البدني العام للابريباراسيون فيزيك اللي راح نبداو بها العام تاعنا. أولا وقبل كل شيء نرجعوا للابريباراسيون فيزيك. الابريباراسيون فيزيك راهي حاجة جد ضرورية، وديجا راني قبل درت فيديو على نفس الموضوع. نتمنى من خاوتنا إن شاء الله يعاودوا يرجعوا للقناة تاعي على يوتيوب، إن شاء الله يلقاو الفيديو. وما ليش نعاودوا نحكيوا عليه مرة أخرى، إن شاء الله تكون في الإعادة إفادة. أول تحضير البدني لابريباراسيون فيزيك راهي أمر جد ضروري وأمر لازم برسك. هي مرحلة من مراحل التحضير للسنة تاعنا، لازم نديرو بريباراسيون فيزيك على أعلى مستوى، سواء كل إنسان على المستوى تاعو، سواء عدائي النخبة أم عدائي، سواء المهم كل إنسان على المستوى تاعو. والتحضير البدني على حساب ليزوبجيكتيف تاعو أو على حساب الأهداف اللي راه مسطرها، سواء كانت بطولة وطنية أو سباقات على الطريق أو تحضير لمنافسات كبيرة، هذا ما يهمش. المهم هو التحضير البدني اللي حكينا عليه. ما تقدرش تدخل في اي برنامج تدريبي مهما كان سهل مهما كان سهل او مهما كان صعيب، ما تقدرش. ما بالنسبه لي انا من المستحيل انك تدخل في برنامج تحضيري يعني مستوى، سواء مهما كان المستوى تاعو او تدخل كما نقولوا في ترافاي ولا في الخدمه بلا تحضير بدني، لانك هنا تخطيت مرحله من مراحل التحضير للسنه. نتمنى من الاخوه انهم ما يهملوش هذا التحضير البدني. فيما يخص النقطه الثانيه الا وهي تقويه العضلات في البرنامج، كاين كثير من المدربين يهملوا تقويه العضلات في البرنامج، وكثير من المدربين يدفعوا بالعدائين تاعهم، يديروا لهم لي ترافاي، يديروا لهم الخدمه، يديروا لهم لي ريتم كما حنا نقولوا عشية يعني فارغين يعني. نتمنى المدربين يعني يداركوا هذه النقطه، على الاقل 2 حصص تاع تقويه عضلات في الاسبوع، سواء تكون بي بي جي او ميسكيلاسيون فلاسال او لي كوت او لي زابيسي او لا ميسكيلاسيون جينيرال في الصاله. كاين بزاف عدائين او مدربين يوصلوا يخدموا حتى 3 حصص في الاسبوع، وكاين عدائين يخدموا حتى 4 حصص في الاسبوع. وانا نفضل انه يكون يوم خاص بتقويه العضلات، نفضل انه يكون يوم خاص بتقويه العضلات، يوم في الاسبوع نقدر ندير ميسكيلاسيون صباح وعشيه. هذا موضوع ثاني، موضوع كثير من المدربين يخدموا بالطريقه هذه. نفضل انه يكون يوم في الاسبوع خاص بتقويه العضلات، وين يخدم الاثلاث تاعنا صباح وعشيه ميسكيلاسيون. وعندي السباق، عندي العمل الطويل ميسكيلاسيون قبله، والعمل السريع ميسكيلاسيون قبله، ونقدر نقولوا حتى قبل لو ريتم ولا ندير ان ترافاي تاع ميسكيلاسيون خفيف باش يكون لاتلات تاعنا صحيح في رجله. كي تكون ما راكش صحيح في رجلك راك غير تعب في روحك باطل. كي تكون ما راكش صحيح في رجلك خدمتك كامل ما عندها حتى معنى، خدمتك كامل راهي زيرو. تقويه العضلات هي الصح، تقويه العضلات هي الاساس. أتلات ضعيف في رجله ماهوش أتلات، أتلات ضعيف في رجله ما عنده وين يروح، ما عنده وين يوصل. مهما كانت الموهبة اللي عنده، مهما كانت الإمكانيات اللي عنده، راح يبقى الأداء تاعه محدود وراح يبقى الأداء تاعه مربوط. نتمنى من المدربين أنهم ياخذوا بعين الاعتبار تقوية العضلات في البرنامج تاعهم، على الأقل حصتين. من المستحسن أنه 3 حصص في الأسبوع، ومن الأفضل زيادة على حصتين تاع تقوية عضلات في الأسبوع، ندخلوا يوم في الأسبوع سبيسيال تاع تقوية عضلات، ولما لا نخدم صباحا ومساء تقوية العضلات. ربي يوفق الجميع إن شاء الله، نتمنى التوفيق للجميع سواء كانوا كعدائين أو مدربين. نتمنى إن شاء الله نسمع عليكم أخبار الخير إن شاء الله. ربي يوفق الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.